كنا مفقودين، صار لهم 6 سنين، هاي سادس سنة عليهم. احنا يعني نداع مو بس بالمفقودين، حتى عندنا سجناء مذلولين هسه بالسجن، يعني احنا نريد مو يعني عفنا المفقودين على صفحة، كنا نريد السجناء تعطونا السجناء هسه عنا. حكومة تشوف حالنا شلون قايل هسه عنا بهذا الوضع، احنا انتوا راحت من التراب، والله ما طلعت عند عيشة، والله عاد عند اللي تبون السجناء، والله اخوي ابو زيان اخوي مريض، والله ما طلعت عاد، والله انفخته والسجناء بريئين، والله يا ناس بريئين، والله الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل على كل من دخل بهاي الشغله، حسبي الله ونعم الوكيل. وش ما وجهنا، زلمنا وين راحت هاي 7 سنوات؟ هي هاي امنيتنا، هذول الاطفال كلهم يدورون لاهلهم، احنا هاي المفقودين الصقلاويين. فمن ذاك الان صار لنا هاي 6 سنين، هاي 7، احنا كل شيء ما عرفنا مصيرهم وين. واحنا عوائلهم اللي تبهدلت هاي بالشوارع. ولدي 4، ولدي حمويني 3، 7 زلي. احنا ذولا 3 بيوت ولا زلمه ماكو غير نسوان وجهيل صغار. يقول يا عيد لا توقف على الباب، وكبار البيت هيا. العايد مين يشوف؟ قال رحمة الله.